مرة واحد صار لي أغراض الجامع كلياتها، أغراضي الخاصة الغاز مع الشاي والقهوة والمسجلة، فرحت لعند أهله قلنا له أعطونا الأغراض يعني. قالت لي أمه اللي سرق من عندك؟ قلت له إيه والله، الله لا يوفقه. قالت لي بالعادة بيسرق بتقاسمهم أنا وياه، صار خرب الولد. قالت لي صار يسرق يخرجهم لحاله. إيه نعم، الله لا يوفقك، قلت له أنت وابنك على الترباية. قعد خاله للولد، قال لي خاله، قال لي شيخ تشتكي عليه بتحبسه، اذا ناقصه شغله بده يتعلمها بالاحداث، هيدي رقبتك انت، خليه ينقصه شغلات بلا ما ينحبس ويتعلم شغلات لساته مو متعلمها. قال له ايه والله مزبوط، اقنعني. اي نعم، ما حبسته. اي نعم، ما اعطوني اياه، ما رجعوا لي اياهم. نعم.